وللوقوف على الوضع الاقتصادي في العراق وتأثير حرب أوكرانيا عليه، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم. في ظل معاناة الاقتصاد العراقي المستمر، معهد الشرق الأوسط للدراسات في تقرير له يتحدث عن انعكاسات لحرب أوكرانيا على الاقتصاد العراقي، كيف يمكن فهم ذلك في ظل ارتفاع سعر برميل النفط؟ حقيقة الحرب الروسية الأوكرانية عكست تأثيرات كبيرة جدا على العالم بشكل عام، ولكن الدول التي تتعامل مع روسيا وأوكرانيا بقوة تجارية اقتصادية كبيرة بالتأكيد تضررت وستتضرر أكثر، كما هو مثلا بولندا، ألمانيا، أوروبا بشكل عام التي تستثمر في قطاع الطاقة بنسبة لا تقل عن 40% من واردات النفط والغاز تأخذه من روسيا. ولكن الشرق الأوسط تأثير الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية حقيقة يتمثل بشيئين مهمين. أولا أن كل من روسيا وأوكرانيا تمتلك ما لا يقل عن أكثر من 35% من إنتاج الحبوب القمح والشعير، وبما أن العراق بلد ينتج الحبوب ولكن بالنسبة لا تكفي، فيستورد منذ فترة طويلة من الحرب العراقية الإيرانية نقدر نقول، ولغاية اليوم العراق يستورد ما بين 3 إلى 4 مليون طن من هذه المواد الغذائية وخاصة من أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى دول أخرى كأستراليا وأمريكا وغير ذلك. نعم. ولكن لاحظ أن العراق يمتلك إمكانية تعويض ما يمكن أن يزيد من أسعار المواد الغذائية داخلة إلى العراق من خلال ارتفاع أسعار النفط. يعني العراق يستورد عندما 2020 عندما أصبح النفط بحوالي 35 أو 40 دولار، نعم، كان يستورد بحدود حوالي 2.5 مليون طن من الحبوب. نعم. 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 طيب دكتور، هناك مخاوف متزايدة من إيداع الأموال في بعض البنوك في العراق، إلى ما ترجع مخاوف المستثمرين والمودعين، وهل من ربط بين تلك المخاوف وحالة عدم الشفافية في السياسة المالية؟ حقيقة أيضا أن النظام المالي والمصرفي بالعراق يشكل لنا انعكاس حركة المال الغير قانونية الغير شرعية حقيقة، ولذلك نلاحظ أن التشريعات المالية بالعراق غير كافية لحماية الرساميل والودائع الموجودة في البنوك، خاصة البنوك الخاصة، حيث أن كل الأحزاب المشتركة في السلطة تمتلك ما لا يقل عن أكثر من 70 مصرفا خاصا، ورغم الإشراف من قبل البنك المركزي العراقي إلا أن هناك ضعف كبير جدا في عملية الأداء. نعم. حيث نعم. هناك بعض المصارف لا تمتلك الاحتياط الكافي الذي يجب أن يودع في البنك المركزي العراقي. طيب دكتور، يعني بالحديث عن كل هذه الأزمات، هنالك نجد عمالة أجنبية تتوافد بشكل غير مسبوق في ظل فوضى توظيف العاملين في العراق، ما أثر هذه العمالة الوافدة على الاقتصاد العراقي؟ حقيقة الانعكاس وارد من خلال ارتفاع نسبة البطالة، ارتفاع في نسبة الفقر أيضا. أما مسألة توريد العمالة الأجنبية خصوصا في الشركات الأجنبية المستثمرة بالعراق، الشركات النفطية، يعني نلاحظ أن هناك أزمة كبيرة جدا بين فترة وأخرى في الحقول والمناطق القريبة
من المدن كما هو في الناصرية وكذلك أيضا في البصرة العمارة، خرجت كثيرا من التظاهرات لأعداد كبيرة من الخريجين على عملية تشغيل العمالة الأجنبية، وبصراحة استبعاد القوى العاملة العراقية المتخصصة أيضا والتي امتلكت تخصصات مختلفة في مجالات مختلفة خاصة في النفط، ولكن ما زال لغاية الآن وكأن هناك فيتو على العراق أو على السلطة العراقية ووزارة النفط بالدرجة الأساسية، هو تشغيل الأجانب نعم. الخبير الاقتصادي الدكتور صباح الله، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.